السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية خاصة لجميع الحميمية الموالية الصغار والكبار خارج الوطن وداخل الوطن. توليعة جديدة مع أخوكم نافع مع حمام سيفيانوس. طلقت الحمام شوية، الأخرين راهو من الصباح وما كيحوموا. هذوك راه 20 ساعة عاد جاو دابا خوتي، وما كي ما انا قلت انا راه مشى واقيلا هادو شنيبرات عاد كي يتعلموا يطيروا. هادي الجرانية اللهم بارك. الجو زوينة الخوت، وقلت قلت نخرجهم شوية. الزيتية بدعي الحرب والقتال نايضة بين الذكور. داك الجويجة فينا هي الفوق. ندخلو للداخل. بغيت نقول لكم اخوتي، خنيسية كتنضم الى الحمام اللهم بارك. هذه هي الخنيسية اللي خديتها الخوت، قلت نديرها مع هذا. انتم راني ساد عليهم بجوج، هي عزلها بوحده اللهم بارك. ما تكير هذا بان ليا هو ضارب من الخينيسي ومن السيفيانوس، وانا ناخذ لي هاد الخينيسيه هادي. تبارك الله اللهم بارك. نحليهم هاد، فارق ليهم الخوت هنا في هاد الخشيبه هادي، انا نحليهم. نتوما اللهم بارك. انتم اللهم بارك. هادشي علاش خديت لي خونا خينيسيه الخوت. انتم كتشوفوا الذكر الحنقوره في الصاله ديال الخينيسي، المهم واحد من الخينيسي والسيفيانوس، قلت ندير لي هاد الخينيسيه هادي. وراه مفارقهم مازال، زعما ما بغيتش نراهم. اللهم بارك. فين دايره هي وفارق اليوم داك الخشبه، راه هي سبحان الله ما كانوش كياكلوا، دابا ملي لقيتهم عاد ولاو كياكلوا سبحان الله العظيم. باش عرفهم كان طالع عليهم الدم.
يلا الماكلة راه هي في داك العلافة، والماكلة ديالو راه هي، وكان ما كانوش باغيين ياكلوش، وسبحان الله العظيم. انت هو داز ليه، هو مشى دابا عاد ولا كياكل. انتي والله ما بالك. في الموز ساوى إلى جيتي تشوف. وقولوا لي يا الخوت، واش هاد الدكار يجي مع هاد نتوا، ولا حسن ناخد ليها خيني سينيشان؟ غير المهم هما كنظن انا راه يعطيو هاد الدكار مع هاد نتيوا، راه يعطيو خيني سي زوينين. اللهم بارك. الاخرين مازال طايرين الفوق، راهم الخوت. عجبهم الحال من الصباح، هما كيحوموا. مبارك انتي وجرانية، وداك البدعي خوها راه طلع ذكيه. وهادو هما والديهم كيما قلت لكم، تا هما راه صفاقات بويض، عطاو الصفاقات بدعي صفاقات بويض، عطاو هاد الجرانية صفاقات بويض. زويجة هاد البوارة فقصات هدايا، زويجة راه فقصات. نيت خليت ليهم غير البيض ديالها. عاد ذكر انت اللهم بارك. انت هاد الخينيسي جديدة كتنضم للحمام. انت تبارك الله. وبغيتكم الخوت واش تقولوا لي، واش نخلي ليها الذكر؟ جويجة انا بانت ليا في الموسى، وتبارك الله لا تكير لا نتيوا. سكنوا هنا واحد جويجة الخوت، شي هادي بلاصة خليهم تما ما يجبدو. ونسيت الخوت ما قلت لكمش، راه دوك التقنديه والتعتيله ودوك الطواسه والعنبره كلشي حيدتوه، راه ولا غير السيفيانوس.
ولا غير السي في انا سو الحمام ديال الفوا ديال التواكل. انت اللهم بارك على الفوا ديالها. جوج هاد الفوياجور في المجارية سمحوا لنا الخوت على هذا الفيديو المتواضع، بغيت نوريكم نتيوه جديده. شويه باغا تدخل داك الوكير هنايا، عجبهم واحد الوكير لتحت. تحية للجميع خوتي، وكنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في صحة جيدة، في الوقت اللي تفرجتوا فيه يلقاكم في صحة جيدة. تحية للجميع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.